تم عقد سلسلة من الأنشطة ابتداء من 8 إلى 10 من شهر يوليو في يوتشوان نينشيا لافتتاح المنطقة التجريبية لفتح وتطوير قطاع إنتاج العنب وصناعة النبيذ المحلي، حيث وافق مجلس الدولة على هذه المنطقة التجريبية في شهر مايو من هذا العام. تم بناؤها بالتعاون ما بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الشعبية لمنطقة نينشيا ذاتية الحكم القومية خوي. ألقى نائب وزير الزراعة السيد مايو شيانغ خطاباً بهذه المناسبة، وقام مع سكرتير الحزب لحكومة نينشيا المحلية السيد تشين وان آر ورئيس الحكومة السيد شيانغ خوي وكبير الاقتصاديين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات شو كيمين ورئيس مجموعة كوفوكو لو جون بافتتاح المنطقة التجريبية. وفي الوقت نفسه تم الإعلان عن تأسيس لجنة الخبراء لهذه المنطقة التجريبية، وتم عقد منتدى تحت اسم مساعدة مئات الملايين من الصناعات لبناء عاصمة للنبيذ المحلي وغيرها من أنشطة التبادل والتفاوض فيما يتعلق في مجال صناعة النبيذ. وقد شارك في هذا الحدث أكثر من 300 شخص بما فيهم سفراء ودبلوماسيون من شيلي ومولدوفا وممثلون إدارات الدول المعنية ومناطق الإنتاج الهامة والجمعيات التجارية وكبار رجال الأعمال والخبراء. افتتاح المنطقة التجريبية يعني أن الصين ستبدأ من نينشيا لكي تعزز من تطور إنتاج العنب وصناعة النبيذ المحلي ذو الجودة العالية وإنشاء عاصمة النبيذ في الصين وجعل النبيذ الصيني يتوجه إلى العالمية.